ابراهيم المازوق هذيني ذوني ذي المسلسل الوحيد اذفاق ذو السنه نهار رمضان. المسلسل ابراهيم المازوق ان تبع ذي شهر رمضان الفضيل ذي الاعمال الجاده. على العموم الاعمال محمد بوزكو يطغى خاص الجانبين ديال الجاد، يجن عمل درامي يستوفى المكونات الفرجه، المكونات العمل التلفزيوني المتكامل. مسلسل 30 مارزوق يجا سيناريو سي محمد بوزكو، المخرج سي طارق الادريسي المحترم، يعني سخن غطاس المجهودات اللي تكتب قرينا الطاس، و يجن فيلم ذي مستوى رائع بكثير. على رأسهم الممثل المقتدر مقران سيميموني زينون، والفيلم المسلسل وانت عفوا يثير على جن الدور تعايش المجتمع الأمازيغي، وأصلا بالنسبة ينشد سيفارجن يجل القضية المجتمع الأمازيغي. المجتمع الأمازيغي تو دوني الدور نستغيتك تني الطريقة التبلاثين تني الطريقة التعايش ني الكشي، ولكن ذي النظر تو غنغبوش ان تقورا يزي غنسندقا ارميديو سستي مارزوق ذي المسلسل الوانيتا في بلاثين مارزوق سي بوزكو الى رجل دور ذهب قران رائع ذي القضية الامازيغية، لان قبل المبادرة تتقنتا ذي الفيلمان افلام نغني المبادرة تجيبوش المستوى نغني قبل نس تمنى الزيس ما نقطع ان شاء الله. ابراهيم المازوق ذي جن ذي جن المسلسل يعدو ذي القناة الأمازيغية الثامنة، يجن المسلسل مران خسانيني تبرت طام قرانت ذي سطاس تبراثين في براثين مازوق مش ممش غاس نتخزاق واتجيبو تبراثين نفارق مازوق خيوذان مشى ذي وارن نغلي ميساج يخسى ذي السيوض مازوق يويذوذ نعرف من يكمر بالنسبة لحقوق المرأة، بالنسبة يثوسنا يثغوري يالله أزمنة المدارس ديال الريف الطاس توا باش هذي غا شن الجنزية الريف يخسى ذيويا غارقواج في براثين مازوق سوار نتعاود خوم زرو ينقيت سعيد هم زروي نجيت سعيد ذ مين عيشن مين دان يوذن نجيت سعيد ومين أواني الهجرة يريفين غا أوروبا أواني الهجرة يريفين غا أوروبا وقعنت الطاس انت مسرايين يستور خسنت المسلسل انت براثين مازوق سويا ممش النيغ في براثين مازوق تبرت طام قرانت خميت نازم انت فذايس أصيوض أصيوض يوطاس نحوايج إغايكسن أفراي خثقبيت شنجي تسعيد زايس خثقبار نعرف مرة سويا أثقذس محمد بوزكون أثقذس إني نزور مرة كيسي سويزان إيران الأدوار نصن بامتياز ذي المسلسلة إلى حد الآن فارزق 19 الحلقة زي 19 الحلقة يمكن أشي نغنش غرشوت التقصير ذي يعني ذي الجانب التتبع الأعمال الأمازيغية والريفية بالخصوص يمكن فارج غذي عبر خمسة الأعمال بين فيلم وثائقي أفلام سينمائية ذي مسلسلين يمكن شين لمس أول نجن التطور ذي ذي, 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 ذي الأعمال الريفية إذا ما ذي نغبي أنه يعني زي ما كمتفرج كجمهور أنظر بعين الرضا للعمل ونيته نهارا نوضع الحلقة 19 يعني نورمال موقع نهارا 20 أنزل الحلقة ويس 20 الأحداث يوضنت غا يعني نوضع غامزة سقان غا منتصف القصة نغزا العمل ما ذي كمر ممشي بذا لأنه الصراحة الحلقة في مزورة ذي الحلقة نعشاية من نوست تغذي سنتجن التسلسل والعمل ونيتا يتميز أنه يدور يصفى الزين شوية ذي الذاكرة نزرى ونعاين بعض المسائل توقف نتسرى زي الوالدين نقدر جدود النغ يعني ترجمي ثنت السيناريس ذي 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 الناس يعني ذي الفيلم ونيتان ذي الانتاج ونيتان نوري حميدي مش سنم ذا فنان وميمتون ذا حفاف
و تسمود انواع السنين نشتري غزي الجنود الخفاء يخدمن وعني ذي كواليس تسمى ناث نشي سني تحفان نشي سني يمشضان يسني عدرني الممثلين قبر قبر ماذا ماذا قبر الكاميرا المسلسل نتبراهيم معزوق نورمال الطاسة الطاسي ذي تبعان الطاسي ذي إذا سيتفروجن ومن بين الأعمال يسمى إثقة تزيري بروديكسيون جهدنت الطاس 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 على غرار من يعذون ثاتو غات ذي جن ذي جو صوريف يشنا يمغار وثقاذة الطاس سي محمد بوزقو خ ثيرة تعري سجن طريقة فنية عجيبة تسمى نستمتع نشين ومتفرجين مرة مش قار مش نتسرى يعجب بس نحر أطس سرخ المثال وخذ الأشخاص الممثلين نورمال الممثلين تذ السيناريو تا غاسي جن تقر يتسمى نوفاذي سيخ في النغ رنشين نوفاذي سيخ في النغ مش تو سايت سما وثفغ دير خدمة ثانيتات تغوى تحفان غاري تزند غاري غوصالون الممثلين من بينهم ميمون زانون مش سقان بن عيسى المستيري رشيدة معطوق وتحيي خذن الثانيتات قاعس نيوز نهني تغوى السبب سيور نزايي غا الشركة أنا نسقاذي نجن السيد دفنا ندير خدمة الناس أظن المسلسل 30 مارزوق مرتبة الأولى ذي النظر على غرار الافلام الغنية جن امازيغيه لان نجم جهدهم قران يق السيناريست طبعا ان توغا الفراغ ذم قران للسنوات الفارطه للقضيه الافلام او مسلسلات الامازيغيه ولكن فراغ ويتا يمنع التصبي نجاح كبير مسلسل 30 مرزوق تيذت ذي جن المسلسل يساور خمزروي يتوغا انت الدار ذي عريف يجو مزروي يشنا ويقصح استبراثين مارزوق ذيس من يشنان ذيس من يقصحن نقص ذيس ثارزوغ نقص ذيس ثزيوذي خاصة العلاقة إتو غيجان جيوذان إزدغن ذي ثمواد يوذان إيهاجان غاثمواث إن أوروبا جيبان أي الخدمة يتقثومة محمد بوزقو ذي جنش خدمة واتقن بومارا لسيناريست يغان غيجان ذي يعرف انت يعرن مش نيغ غايج الزمان الثمانينات التسعينات من يقع ذي السيناريو مش دي فغ المسلسل ما نينيتو غيجا ذي الواقع ما نينيتو غانت الداريث ذي ثيذت يعني يس هو دي قد الإسقاط من تو غات انت الدار ذي سقوسة ان يعذون ونشين تشا زي السمانيني سواء عوذ واجبو غا السيناريو ذي الديكور ذي حتى الممثلين تبارك الله ما شاء الله توريغ الممثلين تراح زي مكورة سقواس ارنين ذي زمار نسن والإمكانية غاس المانية يسفار راح تص سواء عريف وسواء جهت الشاق أم تكمر معظم الإنتاجات معظم الإنتاجات غانغ ذي القنوات النغلي للأسف الشديد واي ويذن تشاذ قاعد تضرقانت غال المستوى غاي وض المستوى الانتاجات السينمائيه الامازيغيه ومش النيق المسلسل ابراهيم معزوق مش ديسو فيغن الشيخ فينو امني ديسو فينا الطاسيم الدوكر خميدني دخز نجب بذرعات ضوا الطاس فاميليا ضوا الطاس نجيرا زي الاعمال الجن نادره وقليله دي نتمازيغ سير نتمازيغ نعريف اذا جنت المواصفات زيدون مرتبطة البيئة الأمازيغية الشخصية الأمازيغية دي مجموعة الأمور دي مجموعة الأمور ثمسا ذي الريف انتاف مرتبطة سلواقع إذا السي محمد بوزقود بمثابة يجن ذاكرة يجن ذاكرة من المنطقة يجن ذاكرة الثقافة النغذية الريف خاصة وأن المسلسل يسد يخلد إزران الريف إزران نرل أبويا يخلد البيئة الريف الطبيعة الناس الإنسان العلاقة الناس أكل الإنسان ودي مجموعة المظاهر الجنة مرضية مشنا وزواج الأقارب كذلك مجموعة الآفات يعرفها الريف مثل تجارة المخدرات ذي العلاقة مجموعة اللوبيات يتوغى تسمى الرموز الفساد ذي المنطقة الريف إذا الذاكرة يتوغى ذي الفترة تقريبا السبعينات وسيبوزقو تقريبا مجموعة الأعمال توغى تراهين
الفتره الماضيه انت في ذي المسلسل مغريضو، انت في ذي المسلسل، انت في ذي مجموعه الافلام المكونات شكل المسلسل لا يزديش شكل ناضج. انت في ذي المونولوج الطاس، انت في ذي مرزوق يدكور الطاس غير المونولوج، ودكات جايه دينيغ سي بوزكو الهاجس الادبي حدا غاس واخا تسمى انت سيناريست، ولكن ما هو ادبي خميق قال اعمال الادبيه انت في ذني طبعا الادبي حظى بالمسلسل. على العموم اجي المسلسل جاد متميز، ونترجى سي محمد بوزكو مزيدا الاعمال جا الناضجه ومعبره في المنطقه الريف. نقطع بوريا زي الريف زي طاقات الجنه الريف، بدليل انه تغادر نجم مجموعه من الاعمال سواء تلفزيونيا يعني سينمائيا. توفى ديس الجديه، توفى ديس الجدات، توفى ديس التمييز. اكيد ان السي الادريسي سي بوزكو اضافه نوعيه للمشهد السينمائي التلفزيوني المغربي، ولكن في نفس الوقت ذي نطاقات، ذي نطاقات سواء تلقى التكوين دي برا يعني محليه سي الامكانيات ربما متواضعه ممكن تصيود تابرات نعرف مش تصيود مرزوق.